هذا الطفل من نعم، هذا الطفل من الكويت، كان حاضر في مباراة المغرب والبرتغال، يريد ان يعني ان يتحدث عن مشاهدته للمباراة من المدرجات. مرحبا. مرحبا. الحمد لله. شو اسمك؟ محمد. محمد، قلت لي انك انت كنت حاضر مباراة البرتغال والمغرب وشفت فوز المغرب. اول شيء بدي اسالك، مين برايك افضل لاعب بالمونديال؟ كليان مبابي ولا ميسي؟ كليان مبابي. اوكي، هنا احد الجماهير يميل الى كليان مبابي. طيب، يتفق مع رونالدو. بالنسبه للمباراه اللي شفتها، نعم، ربما رونالدو. ورونالدو هذه الصوره التي طبعا تركها رونالدو. احكي لي اكثر، كيف كنت حاضر بالمباراه؟ شو كان شعورك لما فاز المغرب، لما كان في احتفالات في الاستاد؟ كنا مستانسين كلنا والملعب كله مستانسين، فوز المغرب في ضد البرتغال، فوز المغرب كنا مستانسين. شو قلت لي كلمة قبل الهوى لما سألتك شو رأيك انه بتتوقع كانوا يفوزوا؟ والله شكرا جزيلا.